اهلا بحضراتكم من جديد. كتير لما بنلاقي انديه ناديين يتخانقوا على لاعب، كتير قوي، بالذات في الانتقالات والصفقات والاعارات، وخناقه ناديين على لاعب طبيعيه جدا. لكن لاول مره نلاقي منتخبين بيتخانقوا على لاعب. منتخبين بيتخانقوا على لاعب، منتخب مصر للشباب ومنتخب المغرب للشباب، الاثنين بيتخانقوا على لاعب كمان بيلعب في انجلترا، يعني لا هنا ولا هنا. واضح انه من ابناء المهجر رامز حفظ الله. فجأة المواقع انشغلت برامز حفظ الله، ناشئ تحت العشرين سنة بيلعب في فريق ملوالي الانجليزي. كابتن ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب قال ان احنا بعتنا في 4 اكتوبر اللي فات للاتحاد الانجليزي، ابعت لنا رامز حفظ الله لاعب ملوالي الانجليزي لانه مصري عشان ينتظم في منتخب او معسكر منتخب مصر للشباب. الانجليز ما ردوش واللاعب ما ردش، واذا بالمغرب يعلن عن ضم المصري المغربي بقى رامز حفظ الله لمنتخب الشباب المغربي اللي بيستعد هو الاخر للتصفيات الافريقيه. المغرب اشار الاتحاد المغربي انه تم ضم رامز حفظ الله لصفوف شباب اسود الاطلس على الرغم من طلب الاتحاد المصري، قلت لكم من 4 اكتوبر ويا كابتن ربيع اللي ما يردناش ما نردهوش خلاص. واضح انه عنده الجنسيتين، المغاربه اتصلوا بيه بشكل مباشر، فضل الانضمام للمنتخب المغربي، فخلاص هنعمل ايه؟ الا اذا كان تم الاتصال باللاعب وكان موقفه غير اللي الاتحاد المغربي اعلنه. لكن بقول لكم غريبه انه منتخبين يتخانقوا على لاعب.